Good morning, everybody. We are going to learn the last part of geometry, geometric transformations. Geometric transformations depends on three parts. The first part, reflection. The second, translation. The third, rotation. Translation, we learn this grade 5. Okay? Reflection means this, okay? This is the body. Okay? When we see it in the mirror, it's image. Not its image, its form تاعو, okay, بيبقى A تبقى A dash, B هو التريانجل, okay, هنشوف لو هو مثلا التريانجل كده, تمام, وانا معايا A تريانجل, another تريانجل, يبقى انا دلوقتي بالنسبة لي لو انا هعمل له reflection, okay, عند اهو التريانجل بتاعي الاساسي. ادي الريفليكشن بتاعي هيبقى عامل ازاي؟ دي تروح كده دي تروح مقلوبة كده. اوكي؟ This is reflection. بالظبط زي ما انت بتشوف نفسك في المراية. تمام؟ انما الترانسليشن الترانسليشن حتى اسمها ان انا ايه لما بيجي سؤال ترانسليت انتو ارابيك ترانسليت انتو انجلش. ده بيعتمد على الايه؟ على الدايركشن بتاعي. دايركشن الارابيك طبعا from right to left اما الانجلش from left to right. تمام؟ الروتيشن this is body rotation عندنا بيعتمد على الايه؟ clockwise والانتي clockwise. طيب تعالوا كده مع بعض. اول حاجه عايزين نعرف الريفليكشن. الريفليكشن معايا بيعتمد depends on two things, الاكسس والايه؟ والدايركشن. اوكي؟ الاكسس والدايركشن. اما الترانسليشن بيعتمد على كام حاجه؟ two things, ال direction وال displacement. اوكي؟ okay. ال rotation depends on three things, ال center وال angle وال direction. طيب واحد بيجي يسألني يعني ايه مس كلمة axis وايه كلمة direction؟ كلمة axis عندي اللي هو لو هو x axis او y axis او الاوجن ايه؟ الاوجن بوينت. اوكي؟ طيب الدايركشن عندي بالنسبه لي الدايركشن قلنا ان هو يكون في الx axis ده بوستيف او نيجاتيف سواء على الx axis او على الy axis. طبعا الاوجن بوينت يعني بوستيف ولا نيجاتيف دي هي اوجن بوينت بتاعي. Okay. طيب الترانسليشن يعني ايه الترانسليشن؟ هيعتمد على الدايركشن بتاعي. يعني ايه الدايركشن؟ يعني هل هو الدايركشن from right from left to right or from right to left. displacement ان الديستانس بتاعتي تبقى قد ايه؟ انا همشي مسافه بتاعتي قد ايه؟ يبقى الديسبيسمنت دي ان انا همشي مسافه قد ايه. طب الروتيشن، الروتيشن بتبقى عايزه انا دلوقتي لو انا البادي عندي اهو هعمل له ايه؟ هعمل له روتيشن، عايز اعمل له روتيشن. هندوره اهو ادي البادي بتاعي اهو هنعمل له روتيشن. طب هل هي هعمل له روتيشن بالسنتر فين بتاعتي؟ على السنتر ذيس اور ذيس اور اوجن بوينت على حسب. تمام؟ طيب الانجل بتاعتي الانجل على حسب، ممكن اعمل له انجل 30 ديجري، ممكن اعمل له انجل 45، ممكن اعمل له انجل 90، ممكن اعمل له انجل 60 على حسب الانجل. يبقى بيعتمد على السنتر وعلى الانجل. الدايركشن لو هو انتي كلوك وايز دي اسمها انتي كلوك وايز. يعني ايه انتي كلوك وايز؟ اللي هي عكس عقارب الساعه. دي بتبقى دايما ايه؟ بوستيف. يعني لو هو ماشي بوستيف 90 يبقى اسمها دي انتي كلوك وايز، انما لو كلوك وايز دي هتبقى ايه؟ نيجاتيف، الساين بتاعتها نيجاتيف، دي اسمها كلوك وايز. اوكي؟ دي انتي كلوك وايز ودي
كلوك وايز. اوكي طيب سيبنا دلوقتي من ديت دلوقتي، تعال معايا كده ناخد اكزامبل يوضح لي ده كله. بس فين؟ في الكارتيزيان. تعالوا كده يا حبايبي، انا قلت لكم الحلقه اللي فاتت تحضروا معايا ورقه جراف، تحضروا معايا ورقه جراف، كله يحضر معايا ورقه الايه؟ ورقه الجراف بتاعتي. تمام اهو معايا ورقه الجراف بتاعتي اهيت. تمام وهنبتدي نشتغل الشغل بتاعنا. اكزامبل بتاعي بيقول لي ايه؟ بيقول لي انت لو كان عندك اوكي، لو كان عندك دلوقتي اللي عايز find the image. طب عارفين يعني image؟ ان انا لما باجي اعمل اللي هو الريفليكشن زي ما انا متصور، طبعا الرايت هاند تبقى هي الليفت هاند قدام باين، والليفت هاند تبقى رايت هاند، يبقى الايه الدنيا ايه معكوس، عشان كده ده بيتسمى انعكاس. انما الترانسليشن ده انتقال حاجه بنقلها من مكان لمكان، حتى اسمها ايه ترانسبورت، عارفين اللي هي وسائل المواصلات ترانسبورت، هي برضه ترانسليشن، او ترانسليشن اللي هي ترجمه. اوكي اللي انتوا بتاخدوها في الايه في الانجليش. طيب الروتيشن احنا عرفنا اللي هو الدوران. طيب انا لما يقول لي فايند ذا ايمج، فانا هشوف الايمج بتاعت الترينجل اللي اسمه A B C. تمام لما مديني عندي الA مديني لها بوينت 1 و 2، مديني الB 3 و 2، مديني الC 3 و 5، وعايزة بالجيومتريك ترانسفورميشن مرة الX والY. اوكي X ونيجاتيف Y. تمام هنا الX والY مرة هتبقى X بلس 1، كل x هتعمل x بلس 1، وكل y هنعملها y ماينس 3. اوكي y ماينس دي ماينس. اوكي هنا هنعمل x y ها بقت نيجاتيف y و x. اوكي تمام جدا. انا قبل ما ابتدي معاكم حابه بس افهمكم حاجه، لو انا ال x not change ال y change from positive to negative، تمام يبقى انا كده عملت على ايه؟ x اكسس، على الاكس ايه؟ على الاكس اكسس. كيبت الاكس تشينج الواي، كيبت الاكس تشينج الواي. اوكي يبقى على الاكس اكسس انا كده عملت ايه؟ انا كده عملت حاجه اسمها ايه؟ ها احنا مين بيعتمد على الاكسس؟ لسه قايلين ريفليكشن. يبقى الحاله الاولانيه دي هتكون ايه؟ دي ريفليكشن. انما اكس واي كل اكس هناخدها نعملها بلس 1 وكل واي نعملها ماينس 3، دي اسمها ايه؟ دي اسمها ترانسليشن. دي اسمها ايه؟ ترانسليشن. انما الاكس والواي لما اعمل تشينج للساين للواي وتشينج عملت ايه؟ للبليس بليس بتاع الاكس والواي وتشينج الساين اوف واي، دي اسمها روتيشن. دي اسمها روتيشن. طيب تيجوا كده بس نشوف كده مع بعض احنا نشتغل ازاي؟ هنشتغل عادي خالص. جميل جدا. انا لو جبت دلوقتي الورقة بتاعتي تمام وعملت كده ايه اهوت، ادي بعمل كده الواي اكسس بتاعتي وادي الاكس اكسس. اوكي انا بشتغل قدامك عشان ايه؟ انا مش مجهزه شغلي ولا حاجه، لا انا بشتغل قدامك عشان تبقى عارف احنا بنعملها ازاي. ادي اهو ادي الاكس اكس داش واي واي داش، وعارفين ان الفيرتيكالي دايما واي والهوريزونتال بيبقى ايه؟ بيبقى اكس. تمام انا دلوقتي قلت لك ان اللي هو الاوجن بتاعي او الاساس بتاعي البيز بتاعي كان هو مين؟ اهو الاكزامبل قدامك اهو عشان تبقى انت عارفه. ده الاساس بتاعي، ده اللي انا هشتغل عليه. طيب الاي بتاعتي انا اولا هعمل النمبرز، ادي 1 2 3 4 5 6 7، نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 نيجاتيف 6 نيجاتيف 7، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 نيجاتيف 5 نيجاتيف 6. اوكي كده انا عملت الاكسس بتاعتي، انا هعمل الاوجن بتاعي الاساسي، انا هعمل الاي 1 و 2. طيب عشان برضه يبان معاك اكتر عشان تبان معانا اكتر، انا هعمل دلوقتي الاكس بتاعتي الاي بتاعتي ب 1، ادي 1 على الاكس
دايما ده الفيرست كوردينيت ده اسمه اوردرد بير. احنا عارفين ان البوينت ان كارتيزيان وي ها وي ديسكرايب ذس باي اوردرد بير، بدنا نوصفها بالاوردرد بير. الفيرست كوردينيت بيبقى الاكس والسكند كوردينيت بيبقى الواي، فانا همشي 1 على الاكس واطلع 2 على الايه على الواي. دي البوينت دي اسمها ايه 1 و2 اللي هي بوينت ايه. اوكي البوينت بتاعتي الثانيه 3 2 3 على الاكس 2 على الواي، دي اليمين بي. اوكي معايا؟ طيب دي اليمين 3 و2. السي هي كام؟ 3 و5، 3 على الاكس و5 على الواي. ادي 3 على الاكس 5 على الواي، ادي 3 و5، دي اللي هي سي. اوكي هنعمل ايه؟ هنروح جايين كده الرولة بتاعتنا. اوكي واروح اعمل ايه اهو join a b c. this is a this triangle. اوكي اوكي ها هنعمل بقى دلوقتي x و y، هنعمل change لل y و keep ال x. قبل ما ابتدي عايز حبايبي الحلوين يعرفوا حاجه واحده. اول حاجه هاجي كده اقول له ال a، ادي ال b، ادي ال c. ال a الاساسيه بتاعتي كانت 1 و2 وال b كانت 3 و2 وال c كانت 3 و5. هعمل دلوقتي ايه؟ ريفليكشن على مين؟ على ال x axis، اسمه ريفليكشن. على ال x ايه؟ x axis. تمام؟ هنبقى ايه؟ قال لي ها الاكس هتبقى زي ما هي وتشينج الساين بتاعت الواي. ها كيبت الايه الاكس تشينج مين الواي، كيبت الاكس تشينج الواي. يبقى دلوقتي اللي انا هجيبه بقى الايمج بتاعته هتبقى 1 ونيجاتيف 2. تعالوا كده هنشوف المنظر بتاعه يبقى عامل ازاي. ادي 1 1 ايه، ادي نيجاتيف 2. ها كيبت ها ادي 3 ونيجاتيف 2 3 نيجاتيف 5. اوكي واروح عامله ايه؟ واروح عامله جوين. تمام انا لاحظت دلوقتي كده انا كل شغلي ان انا ايه كده انا جبت الايمج بتاعه التراينجل ايه داش بي داش سي داش. ويا سلام لو انت تروح كاتب الجمله دي جميله جدا، the image of the triangle ABC is the triangle A dash B dash C dash. كده يا ولاد نكون احنا ايه جبنا الايمج بتاعت التراينجل ABC هو هيكون A dash B dash C dash. يا سلام بقى لو انا كتبت في الحته دي ان ده هيبقى ايه اسمه ده هيبقى ايه ريفليكشن. Reflection on x axis. انا كده بوضح لك بس ايه الاكزامبل ده هيوضح لنا ايه. تاني حاجه تاني نفس الناس بتاعتنا تاني بتاعتنا اللي هي a، ال a كانت 1 و 2 وادي 3 و 2 وادي 3 و 5. اوكي وهنروح عاملين ايه؟ وهنروح عاملين join. اوكي ادي التراينجل بتاعي A B C. اوكي انا عايز اعمل له ان انا هعمل كل X. تمام او انا جايه كده برضه تاني وايه ده ان انت هتقول لي دلوقتي ان انت عندك ال A ب 1 و 2 وال B ب 3 و 2 وال C ب 3 و 5. انا هعمل دلوقتي كل X هزود عليها 1، يعني هعمل 1 بلس 1 و وال2 هعمل ماينس 3. هنا هعمل بالمابنج بتاعي انا بقول له ايه ان المابنج بتاعي x بلس 1 y ماينس 3 صح كده؟ تمام يبقى هاخد كل x اعملها بلس 1 يبقى 3 بلس 1 و2 ماينس 3. هنا هتبقى 3 بلس 1 و5 ماينس 3. هنا هتديني كام؟ هنا 2. اوكي هتديني هنا 2 ونيجاتيف 1
هنا هتديني 4 ونيجاتيف 1، هنا هتديني 4 وبوزيتيف 2. تمام؟ اهو نيجي اعمله بقى معايا البيجي بتاعتي الجديده، ها هتبقى 2 على الاكس، نيجاتيف 1 على الواي، 4 على الاكس نيجاتيف 1، اوكي 4 و2، 4 على الاكس 2 على الواي. اهو واجي اعمل جوين. تمام؟ اجي اعمل كده الجوين بتاعي، هيبقى ادي A داش B داش C داش، وبرضه هرجع واقول له ان ذا ايمج اوف التراينجل A B C از A داش B داش C داش باي، ها باي المابنج بتاعي اللي هو مين؟ الاكس بلس 1 والواي ماينس 3. ده اللي اسمه ايه؟ ده اسمه ايه؟ ترانسليشن. ترانسليشن اللي هو بيعتمد لي على مين؟ على الديسبليسمنت بتاعتي. تمام؟ والايه؟ والدايركشن. تمام؟ طيب اخر جزء اللي هو بتاع الروتيشن، ان انا لما باجي اقول الاي بتاعتي ب1 و2 والبي بتاعتي ب3 و2 والسي بتاعتي ب3 و5، وباجي اعمل انا ايه دلوقتي؟ انا هعمل له روتيشن. تمام؟ روتيشن بتاعي نيجاتيف واي واكس. اوكي؟ هتبقى نيجاتيف واي اللي هي نيجاتيف 2، وهتبقى ايه؟ بوزيتيف واي اللي هي نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف واي واكس. اوكي؟ هنا هتبقى كام؟ نيجاتيف 2 و 3، هنا هتبقى نيجاتيف 5 و 3. تمام؟ طيب لما اجي اعمله برضه نرجع برضه نعمل كده، نعمل الاكسس بتاعتي برضه اهي، طبعا سهله خالص، ما ننساش نكتب يا اولاد ان ذا ايمج اوف كذا از كذا عندي هنا الايه. طبعا برضو هكتب الاوريجن بتاعي اللي هو 1 و 2 ها 3 و 2 وهنا 3 و 5، وده يبقى الترينجل بتاعي الايه الاوريجن بتاعي، ده الاصل بتاعي اللي انا عايزه اجيب له الايمج بتاعته. ادي A B C، دايما نتعود في الجيومتري ما ننساش نسمي كل بوينت بتاعتي اسمها ايه. هنا نيجاتيف 2 على الاكس 1، هنا نيجاتيف 2 و 3 على الاكس، نيجاتيف 2 على الاكس، نيجاتيف 2 على الاكس 1 على الواي، نيجاتيف 2 على الاكس 3 على الواي. اوكي نيجاتيف 5، نيجاتيف 5 اوكي و 3 اهو. وبعدين بنيجي نعمل له ايه؟ ادي نيجاتيف 2. اوكي يا ولاد هنروح دلوقتي ايه لو احنا لاحظنا انا كاني مسكت التراينجل بتاعي عملت فيه ايه؟ بصوا معايا كان كده، رحت انا ايه عامله البي بقت فين؟ بي داش، والاي دي فين؟ اهي دي الاي داش، والسي بتاعتي اهي. تمام؟ يبقى الايمج ذا ايمج اوف التراينجل اي بي سي از تراينجل ها اي داش بي داش سي داش باي ها روتيشن، ده روتيشن. بس هنا بقى بالنسبه لي انا عملت دلوقتي الايه اهو بالانجل روتيشن روتيشن باي ها اللي انا عملت باي ايه باي بوزيتيف، لان هي ايه انتي كلوك وايز بوزيتيف 90 ديجري. اوكي طيب انا عايزه بس دلوقتي ده اهم اكزامبل، ودي اهو تحت ايه وعملنا له ديسكريبشن بالايه اهو. تمام
كمان عملنا له الدروينج، لان انا كل اللي بدرسه دلوقتي جيومتريك ترانسفورميشن فين؟ فين؟ في الكارتيزيان. اوكي طب تمام، كلام جميل جدا. اللي انا بقى عايزه اقول لكم عليه هم حاجتين مهمين جدا تاخدوا بالكم منهم. هما الحاجتين ايه؟ اولا عايزه حته افكرك بيها، الاكسس اوف سيمتري. ايه هو الاكسس اوف سيمتري؟ ان كل فيجر من دول له اكسس اوف سيمتري، نمبر اوف اكسس لازم ناخد بالنا منهم. الايسوسيلز له 1، الانيكولاتر ترينجل له 3، السكال له 0، الباريلوجرام 0، الريكتانجل 2، الرومبس 2، والسكوير 4، والترابيزيان 0، بس الايسوسيلز ترابيزيان 1. ده اسمه الرايت ترابيزيان، ده الرايت ترابيزيان. اوكي هنا السيركل كان انفينيت، والريجولار بنتاجون كان 5، والريجولار هيكساجون 6. اوكي طيب اللي انا عايزاكوا ديت ده لازم تبقى انت واخد بالك منه جدا. انا بعمل لك عمليه ريفرش له، انما انت اساسا واخده في جريد 4 وجريد 5 قبل كده، واخده كمان ايه في البوليجون، المفروض انت تكون واخده في البوليجون، واخده كمان في الجيومتريك كونستراكشن في الفيرست، بس انا حبيت ان انا اديك اخر حته خالص، ان انت ازاي لما بتيجي تعمل كل حاجه لها ايه؟ لها طلب. ازاي؟ انا دلوقتي بالنسبه لنا لما اقول ان انا عايز اعمل ايه الترانس، لان انا عايز ارجع دي ثانيه واحده معايا اللي هي الخريطه بتاعتي الاولانيه، ان انا دلوقتي لو هعمل ريفليكشن على الاكس اكسس، لو انا هعمل على الاكس اكسس او على الواي اكسس او على الاوجن، الاوجن بوينت، الاوجن بوينت دي على فكره اللي هي مين؟ 0 0، تمام، اللي هي عندي اللي هي البوينت دي اسمها الاوجن بوينت، اللي هي دي اسمها الاوجن بوينت اللي هي 0 0. طيب انا كل واحد من دول لما اجي اعمل ريفليكشن عليهم، ها للبوينت اكس وواي، لما اجي اعمل الاكس والواي كيبت الاكس، طالما على الاكس على الاكس ري تمام، كيبت الاكس تشينج الواي، طبعا الواي اكسس كيبت الواي تشينج الاكس، طبعا الاوجن بوينت هتبقى نيجاتيف اكس نيجاتيف واي. دي لازم ناخد بالنا منها قوي، دي مش عندك اساسا في الكتاب بس خد بالك منها. تمام تمام ادي اول واحده، ادي ريفليكشن. طيب الترانسليشن سهله، احنا قلنا بنعتمد على الدايركشن والديسبيسمنت، انما الروتيشن بقى دي اللي انا عايزه اقول لك على التيبل بتاعها. ما حبيتش ان انا اكتبه لك جاهز، قلت لا انا هعمله قدامك عشان تاخد بالك منه جدا. انا هعمله لك كده في جدول، ادي الاكس ودي الواي، وهنديك اديك عليها مثلا بوينت زي عشان اعمل لك ايه عليها الايه السجلين عليها. طب تمام، انا دلوقتي عندي ال 90 ديجري لو انا بعمل روتيشن، بس ايه على شرط الروتيشن بتاعي بيكون اراوند الاو، الاو دي اللي هي الايه الاوجن بوينت، اراوند الاو اللي هي الاوجن بوينت معايا، الاوجن بوينت اللي انا وريتها لكم دلوقتي. السنتر بتاعتي هتبقى 0 وبوزيتيف 90، لازم بكتب كده على شكل اوردر دبير، 0 اللي هو الايه السنتر، والانجل بتاعتي هنا الروتيشن بتاعي 180 او نيجاتيف 180، دي زي دي اهو بتدي اهو. لو انا جيت عملت روتيشن كده زي ما هاجي اعمل روتيشن كده، سواء هو كده انتي كلوك وايز او انتي كلوك وايز، الاثنين هيبقوا نفسهم. طب لو بوزيتيف 270 هي نفسها نيجاتيف 90 اهو 270، بصوا معايا كده اهو، ادي 270 ان انا بمشي من اول هنا هنا تمام، ده ايه ده بوزيتيف، هي نفسها بتقابلها مين؟ النيجاتيف مين؟ 90 تمام، يبقى دي هي نفسها دي. طيب وال 360 دي سهله، كل ده اراوند اوجن ايه؟ اوجن بوينت، ولما باجي اكتبه بكتبه بالمنظر ده تمام. طيب انا عندي بالنسبه لي لما اجي اعمل روتيشن على دول اعملهم ازاي يا اولاد؟ خدوا بالكم، الاكس والواي قال لي لو انت عندك الاكس والواي اوجن بوينت و90 ديجري هنعمل تشينج للايه؟ تشينج للواي، ها مكان الاكس والاكس مكان الواي، وتشينج الساين بتاعت مين؟ الواي، تبقى نيجاتيف واي واكس. طب عايزين نفهم، لو جالي قال لي عايز ال3 وال5 هنعمل لها روتيشن اراوند الاو ب90 ديجري اراوند الاوجن بوينت و90 ديجري، هتبقى نيجاتيف 5 و3
تمام. طيب ال 180 والنيجاتيف 180 هما هما، بنعمل ايه؟ تشينج ساين اوف اكس وتشينج واي اكس. طب ازاي؟ تبقى نيجاتيف 3 ونيجاتيف 5. طب لو دي كانت نيجاتيف هتبقى بوست، اوكي؟ عشان تبقى انت واخد بالك منها قوي. احط لك انا بوينت ثانيه اهي، احط لك مثلا بوينت زي ال 4 ونيجاتيف 1. هقول لك بقى هي دي تتحل ازاي. هنا طب ال 270 والنيجاتيف 200 نيجاتيف 90، تمام؟ انا بس برفعها لك اهو عشان تاخد بالك منها قوي. دي هتبقى ايه؟ هتبقى هتبقى الاكس برضو الواي مكان الاكس معايا، الواي مكان الاكس والاكس مكان الواي تشينج، بس بدل ما تشينج الساين بتاعت الواي لا تشينج الساين بتاعت الاكس، ان انا بعمل تشينج للاكس كده، تمام؟ بدل ما تبقى بوزيتيف هتبقى نيجاتيف، تمام؟ طيب ال 360 نفس البوينت اكس وواي نوت تشينج، اوكي؟ نوت تشينج اهي. تعالوا بقى معايا هنا في ال 3 وال 5 تبقى ايه؟ هتبقى هنا هتبقى 5 ونيجاتيف 3، هنا هتبقى 3 و 5 زي ما هي. طب تعالوا معايا بدي 4 ونيجاتيف 1، ها بسرعه كده، برافو عليك. ولا سامعه في ناس بتحل معايا ايه؟ هتبقى ايه؟ هنا تشينج الواي مكان الاكس والاكس مكان الواي، بس هنعمل ايه؟ الساين لو هي نيجاتيف هتبقى ايه؟ بوست. طب لو هي بوستيف هتبقى ايه؟ نيجاتيف، سوري هي هتبقى بوستيف 1، يعني هتبقى البوينت 1 و 4، تمام؟ البوينت بتاعتي ان دي هنا نيجاتيف هتبقى هنا ايه؟ بوست، اوكي؟ طيب ها ذا سكند ال 4 ونيجاتيف 1 هتبقى هنا نيجاتيف 4 و 1. طيب هنا البوينت اللي هي 4 واي اللي هي 270 اللي هي نيجاتيف 90، هنعمل تشينج للاكس مكان واي وواي مكان اكس، ايه ادي ال 1 ودي ال 4، بس اشوف الاول ها وكبت ها الواي هتيجي هتروح باشارتها بالساين بتاعتها، انما الاكس هي التشينج بتاعتها، تمام؟ اما 360 انجل هتبقى 4 ونيجاتيف 1، تمام؟ اهم حاجه في البارت ده ناخد بالنا من 3 things، ها هي كلوك وايز ولا انتي كلوك وايز؟ دي قلنا انتي كلوك وايز هتبقى ايه؟ بوزيتيف، انما كلوك وايز نيجاتيف، عشان ما تنساش. بيقول لك البني ادم ده سلبي يعني نيجاتيف، نيجاتيف يعني ايه؟ يعني اهو ماشي مع التيار زي ما بتيجي، اهو ماشي مع الساعه كلوك وايز، انما الاذر وايز العكس هيبقى ايه؟ بوزيتيف. صعبه دي؟ دايما لما يجي لك حاجتين عكس بعض اعرف واحده قوي والثانيه هتبقى ايه؟ العكس بتاعها، تمام؟ طيب انا دلوقتي بالنسبه للجزء اللي هو بتاع جيومتريك ترانسفورميشن احنا شرحناه فين؟ في الكارتيزيان. جزء البلين ان شاء الله، جزء البلين باذن الله ده يعني هنحب ان احنا نشرحه بس بطريقه مبسطه برضه وفي حاجات ايه؟ ظريفه ولذيذه. اهم حاجه تكونوا انتوا تمام كده بالنسبه لكم الجزء اللي هو بتاع جيومتريك ترانسفورميشن في الكارتيزيان، وارجو برضه زي ما بقولت كل في كل جزء من الحلقات بتاعتي اللي انا قلت لكم ايه؟ ان انا معاكم في التواصل، اي حد عنده اي استفسار في اي حاجه يقول لي، يتصل بيا ويقول لي. السلام عليكم، مع السلامه.